الرئيس عبد الفتاح السيسي من النهاردة الخميس بيجري جولة خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. المفترض أنه بيبدأ الجولة بالفعل بزيارة المملكة البحرينية. هيكون طبعا في لقاء للرئيس مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وفي طبعا عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في البحرين. والجانبين هيعقد جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وإزاي ممكن ندعمها، وتشاور طبعا والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية اللي ليها اهتمام مشترك. الحقيقة أنه كمان الرئيس هيتوجه بعد ذلك، بعد هذه الزيارة، بعد زيارته للبحرين، إلى العاصمة الصينية بكين. هيشارك في قمة منتدى الصين أفريقيا، وده بيعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية اللي بتعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية. والحقيقة أنه الهدف كمان منها أنه يكون في مزيد من تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية. في نفس الزيارة دي للرئيس إن شاء الله هيكون فيها في الصين في بكين، طبعا هيبقى في برضو عقد لقمة لقاء قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، وبحث أوجه التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين. هيكون كمان الرئيس وهو في الصين إن شاء الله هيبقى فيه زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ودي بتعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين ومسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينية. بعد ما الرئيس هيروح الصين إن شاء الله هيتوجه إلى العاصمة الأوزبكية، ودي بتعد على فكرة الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزباكستان. من المقرر أنه هيلتقي مع الرئيس الأوزبكي شوكة ميردياييف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. خلونا ناخد تفاصيل أكتر عن هذه الجولة وأهميتها من زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ محسن سميكة، محرر شؤون الرئاسة بالمصري اليوم. أهلا بيك أستاذ محسن. أهلا بحضرتك أستاذ. تحياتي ليك يا فندم. أهلا بحضرتك. اتكلمنا عن هذه الزيارة، الرئيس وصل بالفعل البحرين والمفترض بعدها الصين، وبعدها إن شاء الله يختمها في أوزباكستان. إيه أهمية الزيارات دي يا أستاذ محسن من وجهة نظرك؟ طيب خلينا بعيدا عن الناحية الخبرية، حضرتك استعرضتيها بكامل تفاصيلها. دائما مع كل زيارة لسيادة الرئيس للخارج بيبقى لماذا، يعني لماذا الصين، لماذا أوزباكستان، لماذا؟ عايز بس أرجع بشكل سريع كده بفكر السادة المشاهدين إن كل زيارة تقريبا السادة الرئيس للخارج ما دائما ما ينتج عنها نتائج مثمرة بالنسبة للناحية الاقتصادية أو غيرها من النواحي السياسية اللي مصر محتاجة تاخد فيها مواقف ثابتة وموحدة مع مختلف الدول خاصة العربية والشقيقة منها. احنا بنتكلم إن إن شاء الله على بعد تقريبا 15 يوم من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73، فيعني يجب أن يكون هناك اتفاق في الرؤى بين مختلف الدول العربية حيال القضايا الأساسية والرئيسية، كما القضية الفلسطينية وموقف مصر منها عن ليبيا وما تقوم به مصر من ترتيب في دولة الجوار، عن الأوضاع في سوريا، في اليمن، في مختلف الدول العربية. من هنا كانت هذه الزيارة الهامة القوية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البحرينية المنامة، يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى تحت مختلف القضايا، ولكن طبعا القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة مثلما كل لقاءات الرئيس السيسي مع مختلف الدول أو زعماء الدول العربية بشكل عام. صحيح. لما ذهب الرئيس إلى قبرص عودة لما كنت أتحدث فيه، ظهر بعد يعني أقل من سنة تقريبا من هذه الزيارة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ومن ثم اكتشاف حقل ظهر واحد من أكبر الحقول على مستوى الشرق الأوسط. حينما زار الرئيس السيسي كوريا واليابان كانت هناك تجربة المدارس اليابانية في مصر، حينما زار الرئيس السيسي السودان مؤخرا وزارها من قبل أكثر من مرة هناك تعاقد على شراء اللحوم وعدد كبير من التفادات لمصر بتدفع مبالغ كبيرة جدا جدا لما بتجيبها من بره. في مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية هما دائما ما تكون هناك استفادات اقتصادية وسياسية على المدى البعيد. إذا بنتحدث على الصين بشكل عام، مصر بتستهدف لإقامة شراكة أكبر وأوسع تحديدا في المعدل الميزان التجاري خلال المرحلة المقبلة. طبعا حجم الاستثمار الصيني في مصر كبير جدا، ولكن بنستهدف انه يكون اكتر واكتر، خاصة بعد ما عزلنا مختلف العقبات اللي كانت بتواجه المستثمرين بشكل عام. يمكن انا تشرفت ان اكون في زيارة الصين تقريبا 4 مرات مع السيد الرئيس، دي قد تكون الزيارة 5. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين شارك في اكتر من منتدى واكتر من فعالية في دورته الاولى. كان هناك شكوى متعلقة بعدم توفير مرافق، بعدم آلية لفض المنازعات بين المستثمرين الصينيين والدولة المصرية، وغيرها من الاشكالات القانونية اللي البيئة
التشريعيه حلت الحقيقه مثل هذا الامر من خلال قانون استثمار ولائحته التنفيذيه، من خلال قانون استثمار الصناعي والبحث ماهيه الفرص في مختلف الدول. اذا النهارده لما بنيجي نسوق لمشروعاتنا، بنسوق لبنيتنا التحتيه، الاوضاع اختلفت تماما عن ما كانت في السابق. استاذه منى، كنا دايما نسمع اشكاليات متعاقبه، كان دايما السادس بيدون بنفسه كل النقاط المتعلقه بمشاكل المستثمرين سواء في الصين او في غيرها من الدول. النهارده لا، احنا بنقدر السادس بنفسه مسوق جيد جدا جدا للاوضاع في مصر السياسيه والاقتصاديه، منها تحديدا على فكره ما كنا واصبحنا. يعني كنا بنعاني من امور كثيره جدا وتخطيناها الحمد لله، اصبحنا الافضل. فزياره الصين، زياره اوزبكستان، زياره اليمن، زياره البحرين اسف، لديها او لها العديد من المكتسبات السياسيه ولكن الاقتصاديه اكثر فاكثر، وان شاء الله هيكون لها مردود اكبر الفتره اللي جايه واضح للجميع. نامل ذلك، وان شاء الله يبقى في تفاصيل اكثر كمان استاذ محسن نعرفها منك عن نتائج هذه الزيارات. بس سؤال اخير بخصوص الصين تحديدا، هل يعني من اغلب اللي حضرتك قلته انه الكلام عن شراكات استراتيجيه وفكره زي ما حضرتك شرحت كده ازاله العقبات ما بين او امام المستثمرين في كلا البلدين، هل تعتقد انه كمان ممكن يكون في مناقشه جوانب سياسيه لها علاقه بنقاط قوه في كلا البلدين ومزيد من الاتحاد؟ وانت عارف طبعا انه العالم الان بتقوم سياساته بشكل عام على فكره التكتلات. بكل تأكيد أستاذة منى، ما يتعلق بالجانب الأول، كنا دايما بنلمح أن الزيارة بتتشكل أبعادها من خلال الوفد المرافق للسيد الرئيس في الزيارة. فإذا نزلنا الوفد المرافق هذه المرة هنجد الوزيرة دكتورة سحر ناصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، هنجد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. على طول بنتاكد ان طالما في تجاره وصناعه واستثمار، اذا الزياره لها وجه اقتصادي كبير طبعا بطبيعه المؤتمر او المنتدى اللي هتشارك فيه مصر، ولكن ايضا من خلال مباحثات جانبيه وزي ما بقول لحضرتك تسويق الى ابعد مدى من خلال الوزيره الدكتوره سحر ومن خلال المهندس عمرو نصار، وما تم الانتهاء اليه داخل هذين القطاعين وهذين القطاعين من خلال تحديدا الاستثمار والتجاره والصناعه بشكل كبير. ما يتعلق بالناحيه السياسيه طبعا بكل تاكيد يعني هيكون في طبعا لقاء قمة ثنائية تجمع الرئيس السيسي بنظير الصين، ويمكن دي أو ده اللقاء الرابع يمكن تقريبا على هامش اجتماعات ولقاءات مهمة دائما ما ينتقل الزعيمين، ولكن مصر تحديدا تعرف ما تتفق فيه وما تختلف حوله مع مختلف البلدان بشكل عام، ودائما بنبحث عن نقاط الاتفاق ونقاط الحوار ويقوم بتعزيزها بشكل كبير، متابعين عن كسب كل ما يدور في العالم بشكل كبير. مصر لها دور قوي وواضح ورأي واضح وصريح، خاصة بنؤكد عليه في زي ما بقول لحضرتك في النقاط اللي بنتفق بيها، أكيد نبذ العنف، أكيد رفض الإرهاب، أكيد محاربته بكل أشكاله بكل جذور واحدة بتكون من أهم الملفات على طاولة المباحثات بشكل عام، مكافحة الفقر، مكافحة كل الجهل والمرض اللي هم ثروس الخطر اللي بيولد هجرة غير شرعية كبيرة بتعاني منها سواء دول أوروبا أو دول الغرب أو حتى دول الآسيوية بشكل عام، إن نتيجة الفقر في أفريقيا بيخلف أو بيولد إليهم هجرة غير شرعية، ومن ثم هؤلاء المهجرين بشكل غير شرعي بيشتركوا في جماعات تنظيمية بتقوم بأعمال ترهيبية، أعمال إرهابية. مصر لها دور في معالجة هذا الأمر بشكل كبير، وده يمكن اللي بأكد عليه الرئيس السيسي زي ما بقول لحضرتك دائما بيبحث عن نقاط الاتفاق في الحوار مع مختلف الزعماء ويؤكد عليه. بشكرك جزيل الشكر زميلنا الأستاذ محسن سميكة محرر شؤون الرئاسة بالمصري اليوم.